أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي موقع مبقى سبوانات. احنا اليوم كنتواجدوا بجماعة سيدي عبد الرزاق غزازنة، بالضبط بمنطقة بالحسين، اللي عرفت تفجير ديال واحد القضية اللي هي ولات قضية رأي عام ديال أصغر أم في المغرب. هاد البنت اللي هي حملات في سن ديال 11 سنة، تصوروا معايا في سن ديال 11 سنة، 11 عام، أنها حملات في 12 عام وولدات، ودابا ولدات عندها طفل، يعني باقي عنده تقريبا واحد الشهر باش ولدته أو أقل أو أكثر بقليل. حنا اليوم جينا باش نسلطوا الضوء على هاد القضية، نعرفوا الطريقة اللي حملت بها هاد البنت بطريقة غير شرعية، بطريقة اغتصاب. يعني كانوا كيجيو عندهم أصدقاء ديالهم أو جيران ديالهم، كانوا قرابين ليهم من المحل فين تيسكنوا. كان جد طفلة مريض طريح في الفراش، كانوا كيستغلوا هاد العوج البشرية، هاد الفرصة ديال الأم كانت تشتغل، يعني كانت تمشي لواحد المنطقة اللي هي بعيدة كتشتغل في الفلاحة، الأب ديالها تا هو كيخرج تيشتغل، كتبقى هي والجد ديالها. الجد ديالها كان مريض في هذيك الوقت، الآن أنه توفى رحمه الله. كانوا كيجيو بأنهم راه جايين على أساس باش غادي يجيو يشوفوه، أو غادي يجيو يطلعوا عليه، أو غادي يجيو يشوفوا الحالة ديالو كي دايرة، ولكن هما كانوا بالعكس، كانوا كيجيو كيهدوها بالسلاح الأبيض باش يقضيوا الغرض ديالهم، واغتصبوها بطريقة وحشية ولعدة مرات، يعني ماشي غير مرة واحدة ولكن لعدة مرات. هو ماشي شخص واحد، وهما كاينين ثلاثة ديال الأشخاص اللي هما الآن في قبضة الأمن. ما غاديش نقوي عليكم بزاف مشاهدينا الكرام، غادي ندخلوا للدار ديال الطفلة ونتعرفوا على لسان الجدة ديالها والأم ديالها، وعلى لسانها هي شخصيا وعلى لسان الأب ديالها التفاصيل ديال هاد الواقعة. للأسف أنها كتعتبر أصغر أم في المغرب. هذا الشيء اللي غادي يعاودوا لنا العائله ديالهم، يعني شي حاجه اللي هي كضر في الخاطر، شي حاجه اللي هي ما يقدرش اب او ام او كما كان واحد القلب ديالو انه غادي يقدر يتحملها، لان بنت في العمر ديال باقي خصها تقرا، باقي خصها تلعب، باقي حقها في التربيه، وباقي حقها في التعليم، وباقي حقها في بزاف ديال الحوايج. كتولي ام، كتصبح ام بين ليله وضحاها، يعني تصوروا معايا انها حملت 11 عام، 11 سنه بطريقه وحشيه، بطريقه اللي ما غاديش نقدروا اننا نوصفوها بانها طريقه ديال بني ادم. يعني هاد الناس هادو اللي ارتكبوا هاد الوحشيه في حق هاد الطفل هادي، يعني خصهم يتعاقبوا باشد العقاب. معنا الام ديال 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 الطفله، شنو تقدري تحكي لنا على هاد الواقعه اللي وقعت لك؟ الساعه فاش بقى المشكل انا ما كنتش خدام، المهم تمشي مع ربعه الصباح حتى ربعه العشيه تنجم صافي، تجي تنسرف تفلات تلعب ما عادي تلعب ما نسولها تقول في اللعبة في حاجة تلعب صافي. تجي هما الجيران تاوعي تينوضوني في الصباح تنمشي فاش غنوصل تيحكو عليا، زعما تيشوف فاش كاين شي خبار ولا مكانش، فهمت فاش يقولو كاين شي حاجة، يديو الخبار باش نشوفو واش كاين شي حاجة. ملي تنخرج تنحيد تيجي تحلفو على هي انه باش ما تكون حتى شي حاجة لينا. فاش كتخرجي كتمشي انت تخدمي، هما كيبقاو يسولوك واش كاين، واش زعما كيبحال لا واش عارفه واش ولا ما عارفاش؟ لا هما اصلا ملي تمشي للخدمه ما تخدموش عليا، تخدموا بعيد مني، فهمتي؟ تخدموا بعيد مني، تنجي فاش نوصل لهنا للدار عاد تجيو عندي تيسولوني لو تيجي يديو غير الخبار باش يشوفوا زعما تيجيو واش الدنيا هانيه ولا لا، واش تصايقين حنا الخبار ولا ما تصايقينش، تيمشيو فحالهم صافي. ملي تمشي للخدمه تيبقاو يخدموا بعيد مني، تيبغوش يخدموا حنايا باش ما يهدروش، لا يهدروا ما نسمعهمش انا، تيخدموا بعاد مني، فهمتي؟ تيخدموا بعاد مني، تيخدم انا وحده برانيه تنخدم انا وياها باش منطقه ولا بعيد؟ لا في سيدي حيا، في سيدي حيا لهي كذاك الشيء تاع الفلاحه. لا تتبقى بنهار السوق تتبقى بوحدها، تتبقى هي وجدها، وجدها كان مريض هذيك الساعه ما كانش تينوض، ما تيقدرش ينوض ما تشي حاجه، هي تنخليها مع جدها، تجي تدخل في المهم تيدخل عليها في الدار، تيدخلو عليها و تيهدوها باش متقول حتى شي حاجة، متقول لينا حنا والو. وهما كانوا كيجيو يعني بشكل يعني واحد بواحد، أو كانوا كيجيو بمجموعات، أو كانوا كيجيو كعصابة، ولا شنو؟ كيفاش كانوا باش كيجيو أنهم باش كيهدوها؟ واش كان كيجي واحد للدار، أولا كانوا كيجيو أكثر من واحد؟ ما ديك الساعة المهم ما فهمتش أنا، هي ترا ما قالتش لنا شنو واش كان تيجيو كاملين، فهمتي؟ هي كان المرة الأول قالت لنا غا واحد تاع التالي عاد تتت يعني خافت تتت عاد
تقولي لنا تدخلت على الجدرمية حكيت لي كل شيء وين اكتشفتي انها يعني حامله؟ انا المهم بدك المهم جيت لقى رجلي كان السوق شكلني ما صرتش انا اخبار جيت من الخدمه صرت الاخبار في الشهور الاولى ولا حتى من بعد؟ من بعد ما صرتنا اخبار نعم قد يسقنا أخبار باللون الحالي صافي جينا الطبيب صافي قلت لك بنت حامل مشان خدنا عجتها بها و جديتها بنتي هادشي اللي وقع لك وابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى يعني ما تيأسيش يعني جعليه قوة في حياتك ماشي كضعف بغينا نعرفوا يعني كيفاش كانوا كيجيو هذوك الناس كيفاش كانوا كيهدوك باش كانوا كيهدوا بجنوي صافي خويا و تيقولوا لي هاد قولي هاد شي في دانتي يا وليدي ساعة ما كانوش هما حتى انا وحدي كان با مريض ما كانش تينو دبا و بقاو تيدخلوا عليا تيقولوا لي هاد قولي هاد دانتي لا وليدي و من تماك تيجيو تيدوني و تيمشيو واحد ولا جوج ثلاثة شحال واحد كانوا تيجيو هما ياس هما كاملين تيجيو واحد تيجي من هوك وجوج تيجيو من هوك كل مرة كان كيجي عندك واحد ولا كان كيجي غير واحد تو تيجيو كاملين وتيدخلوا عليا بواحد بواحد وتيحفوا عليا حاجة احنا عارفين هادشي هذا صعيب عليكم شنو اللي تعاودي لينا هاد البنية حنايا درنا الثقة با تيمشي يخدم كلشي انا تيمشيت انا هكا لا مشيت للسوق تنخليو البنية تنقولو البنية باقا صغيرة ما عارفاش ما كاين اللي غادي يحك عليها باش نقولو كبيرة غادي نخافو عليها تنخلو البنية باقا صغيرة وبتا النهار الحق هذاك الشي قلت ليها بنيتي نهار دارت قلت ليها بنتي نهار عطاونا الخبار الناس راها حاملة جيت قلت ليها هذاك النهار قلت ليها بنتي عندك حاملة قلت لي لا امي انا ما حاملاش كرشي تتجري تتلعب وكتا قلتي لي سيري برمي شي حاجة من حدا تمشي تدردك تمشي مع الدرو مع خوتها تلعب حنا ما تقول ما حاملاش ليك البنية وتا واحد تيجي كانت الموتة ديال راجلي تمرة ما قالت لي شوفي البنت راه حاملة ولا الفاميلة ديالي ما عرفوهاش عرفوها اللي غدرها هو اللي حاسب ليها وعارف ليها عارفينها وانا راجلي عام هو شاد الحصيره في هاد البليصه هادي هو مسكين طايب تنقعدو منا ونردو منا تنمشيو للسوق تنخليو البنيه بوحدها مع واحد الوليد صغير دايرين الثقه قلنا ما غيلحقها تا واحد الدريه باقا صغيره تا واحد ما غيطمع فيها ولا نقولو كبيره صافي البنيه تتلعب ما عارفه حتى حاجه تا داروا ليها مسكينه داك الشيء صافي البنت عمرها ما قالت لي انا مريضه امي ولا كانت شي حاجه تقول باش نعرفوا حنايا شي حاجه عندها ولا شي حاجه ولا والو تتلعب بحال تقول ما عندها حتى حاجه تا نهار لعب هذاك الشيء جا نيت ولدي قال لي مي اخبار سمعتها كيش كاينه قال لي البنت حامله البنت اش حامله باقا صغيره وقعت تحمل وباقا صغيره ولدي ما تحملش قال لي حامله اخ ليه طلع النهار ديتها للطبيب صافي دوز ليها قال لي حامله الدريه
الطبيب خبط راسو ضرب راسو. الله 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 شد شد شي هوك ضرب طرش وجهه. قاتي الطبيب قاتي الحال بزاف. هاد الشي قالك لي ديرو لهاد الدريه مسكينه ما تسيرهاش. قلت لها يعني هاد الشي ديال حقروني وديروا لها الدريه انا ما لحقتهم خارجين في تيجيو عدي الراجل مريض تيدخلوا عدي ويخرجوا عدي وعمرني ما حيت شي حاجه ما عمرني ما تخاصمت معاهم ولا تصرفت في تصرف ما فيهم شي حاجه شي ديال العار ولا تشوف هاد الناس داروا لها الدريه راه ما تسمحش ليهم. وهاد الشيء يا ولدي صافي ما غاديش. وهاد الناس هادو كانوا قرابين منكم كانوا كيجيو عندكم كانوا جيرانكم كانوا خدامين شنو العلاقه اللي كانت عندكم بينكم وبينهم؟ ما عندنا حتى حاجه بيننا وبينهم بيناتنا. قال واحد انا قلبي صافي قلت حتى هما صافيين ما غاديش يغدروني بحال هكا. هما جيرانكم؟ لا هما حدايا وحده هو دارهم راها فينا هي. وهاد الشيء اللي دار هاد مول الولاد هو اللي بداها هو الاول وزيد ولد خته وزيد هذا عدو التليفون وتيهضر معاه فين تيجيو للدريه تيهضر مع هذا جارنا اللي كاين هك حدانا. يعني هاد الشخص هذا مجوج وبولاده واللي دار هاد الشيء عدو ثلاثه الوليده ودايره هذاك الولد دايره بحال ولدي في كان صغير كان تيجي عندي وتنطلع فيه وهذاك الشيء تتديه مو بلاصة صغير باقي صغير نقول لك عدو هذيك 3 سنين ولا 4 سنين الوليد عايش معانا قلنا صافي الثقه كاينه ما نبغيش هذاك اللي غادي هذاك هو اللي يدير لي الدريه المشاكل هو اللي يدير ليا عافين شي الدريه صافي لعب عليها زيد ولد اختو وزيد هذا قال صافي نبري راسي انا ولدي ما عندي نزيد شي حاجه لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي اللي نقدروا نقولوا يعني في اتجاه انا ما نكذبش عليكم يعني انا تاثرت بزاف مشاهدينا الكرام والله العظيم لا تاثرت بزاف يعني هاد القصه من 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 اقوى القصص اللي دوزتها على موقع مابخيس قصه اللي ضراتني صراحه في خاطر بنت في عمرها 12 عام حملت في 11 عام يعني الا ضربنا الحساب ديال 9 شهور يعني حملت في 11 عام شي حاجه اللي ما كيتقبلهاش العقل ما كيتقبلهاش كما كتشوفوا الطفله باقا صغيره باقا انها خصها تقرا باقا خصها تلعب باقي عليها السن ديال الام باقي باش انها تكون ام باقي عليها الحال ولكن هذا ابتلاء من عند الله وتنطالبوا من هاد الناس يعني من القضاء حنا عندنا ثقه كبيره في القضاء المغربي عندنا ثقه كبيره في القضاء ديالنا انه يشوف حل يعني القضيه دابا كاينه في يد القضاء يعني هو اللي غادي يبت فيها هو اللي غادي يقول فيها الكلمه ديالو حنا عندنا ثقه كبيره في القضاء. اذا مشاهدينا الكرام معنا محمد السراج اللي هو الاب ديال الطفله الضحيه الاغتصاب شنو تقدر تقول لنا يعني كيفاش سقتي الاخبار كيفاش واش ما كنتوش يعني قبل حتى درت 8 شهور يعني عاد عرفتوها كيفاش ما يعني ما شفتوش البنت انها عندها الكرش او لا تضرب بالكرش عاود لينا شنو وقع. بسم الله الرحمن الرحيم نعاود لك كيفاش البنت انا البنت كان الوالد عندي مريض اولا انا اللي كنت كنصرف على الدار حتى نخرج والدري اللي غادي اللي مول القضيه كيتمشى معايا جاري كنقول يمكن انا باش نعرف انا بنتي غادي جاري راه تيمشي كنمشي انا وياه تنمشي وياه هاد السب ديال دار بن حسين تنمشي انا وياه الحنين الخزازنا المهم اللي قصاحت عليا تنعيط ليه تيجي معايا كنتمشى انا وياه صاحبي هو راه بوليداته وانا كنقول هذاك هو صاحبي ما مصاحبش مع الدراري الصغار باش نقول مول 22 عام و 24 عام هذوك الدراري ما كان لا ما هذوك الدراري انا راه ما كنقربهمش عندي مول الاولاد هو اللي كنت كنقربوه عندي هكاك ولات واحد المده مشيت صافي كنمشي وانا ما عارفش بنتي كنشوف بنتي كتلعب مع خوتها كنلاحظ عينها ماشي شي بنت عينها ما كتمشيش عند الجيران كنقول اللهم لك الحمد البنت راه ما كينشتش يا هذيك مشات اخويا دوزت ايام والوالد مسكين مريض راه ولد راه قالت لكم الاختصار ديالو كيفاش
انا اللي كنت انا هو المصروف ديال الدار، كنمشي للدار نجيب نصير نجيب، كيجيو الناس كيجيو ني عندنا هاد الجيران هذا هما اللي داروا معنا هاد الشيء، ما كيعمروش الدار. ملي كنجي انا وكنلقى الدار عامره كنريح بوحدي، والله العظيم قسم بالله العظيم كنلقى العيالات ديالهم مريحين مع الوالد ومع الوالده، كنريح انا اللي في الكوزينه كنقولوا شو هاد الناس راهم جيران وقيله بقى فيهم الوالد، يمكن كيتواعدوا معاه ولا شي حاجه وجينا كتجي الوالد او الثاني بنت عمو، هاد المراه اللي ولدها داير معنا هادشي راه بنت عمو راه ولد عمي وكذا، قلت لها واش انا غنفرق شي واحد على ولد عمو؟ راه ما يمكنش، ولد مسكين راه غادي يتوفى وهذا الشيء اللي كاين. مشات شويه ويتوفى الوالد، ضاع عليا الوالد ويضاع الوالد، جا داك السيد تيخدم معايا ضاع عليا الوالد، المهم انا بوحدي راه ما شنقول لك، لا لقيت لا خويا لا والو، هو اللي لقيت داك السيد هو اللي كيخدم معايا نهار الموتى، عطيتوني الطونوبيل ديالي ديال الوالد، هو اللي مشى جاب عليها الخزاين ديال الموتى، وانا مشيت انا وواحد السيد مشينا جنا الكفل الوالد، ديت الوالد ديال دفنته، ويا المهم المحل عمر عائلة جات، المهم هاديك انا الموتى تما فين عرفت وليت كنخم زعما كن عاد كنعزل الناس من الناس، كنقول شوف هاد الدري كيهضر معايا تاع مرا، هذا كريم النيت، هذا كريم، قلت زعما انا قلت انا هذا كريم هو صاحبي هو صديق، كاع الناس كاع عارفين، واخا نقول لك انا تمشي دابا للحانوت ولا تمشي غير للدوار تقول لي مع من كيتمشى، يقول لك هذا السيد كيتمشى مع هذا السيد، ديما الطوموبيل عندي كيشوف طوموبيل دي ماريا كيجي عندي كنمشي وياه، كنقول واش انا مول الاولاد ما عليش ماشي جاي معايا شي دري زعما مجوج، غنقول ما نطيقش فيه، مول الاولاد راه اي واحد راه كيطيق. دوز معايا الموتى، دوز شي سيمانه ولا شو شويه زل خدمه، مشاتي مشى كل واحد ديال الزائر تيخدم بقى جيبان، جات الربعينيه ديال الوالد داك السيد ما جاش، قلت له شو السيد اللي ضرب معايا تاع مالا وما جاش في الربعينيه ديال الوالد، يمكن خدام على راسو، وقلت الله يسهل عليه. المهم طول داس الربعينيه ديال الوالد، المهم إذا عاد كنريح في محلنا، عاد المحل ديالنا خوا، كنريحت مع الوالده، الطونوبيل حبستها ما عندهاش الوراق، صافي نهار دا الوالد حبس الطونوبيل، أنا ما عندهاش لاصورات ما عندهاش كلشي، أنت كتشوف واقفة، تميت هبط للسبت، السوق، مشيت على رجلي من هنايا، قلت الوالده صافي راه، وما كانش عندنا الضو، عاد تطلقنا الضو في هذيك اللحظة، في هذيك اللحظة نيس، قلت الوالده غنمشي خاصني نمشي ناخذ الدراري شي تليفيزا باش نقصوا شويه عويناتهم، وهذه راك الضو دابا عاد جا بنادم، حنا كنا ضايعين عاد الضو كنا واحد 40 سنه ولا هذه عاد ضوينا هذا العام، هبط السبت مشيت للسوق، الاختصار اخي داك النهار شفت حاجه ليا الهون، مشيت للسوق دخلت ديرك للسوق، مشيت عند واحد السيد وصاك اختي انه وروجي تلقاو ريح شي القهوة، شربت شي القهوة، خرجت للسوق، معنديش الطونوبيل، دخلت للسوق بقيت كنتسارى بغيت نسير على وليداتي، كنشوف معاهم من غنمشي، هاد الناس اللي كنشوف فيهم ميمشافوش الطونوبيل عندي ولاو كيشوفوني وتيهربو، ملي كان الطونوبيل عندي كانوا معزيني مكرميني، تقول نتا أنا قلت هاد الناس هما ديالهم. النهار وكيشوفوني وجههم تيتبدل هادشي العيالات، وحق الله راه حنا صايم والله واحد، راه الله اللي كيعطي وراه الله اللي كيرزق، مشيت نيت درت في السوق، قلت واحد السيد نسيفهم، قلت ليه عفاك شوف انا مش الطونوبيل ودي لي شي حويجات، قال لي قلت شنو، قلت ليه عندي واحد خنشاطي غادير ليه المهم الدار الصاير ديال الوليده، ترى عارف دابا راه كاينه المسافه للاسف شويه، المهم داو كي كيبان ليا بنادم كي ما هو شيء ما هوش بحالي كتشوف كتشوف الظروف كيفاش، المهم ما عليناش، لقيت واحد السيد جارنا عنده عندك عنده حاجه عنده عاوتاني هاك الروسه، قلت ليه عافاك دير لي شي طقه ديال الدار هذيك النهار، هو نيت هنايا عاد هاد الناس من اللي قال لي نديها لك، قال لي شنو بغيت عندي لي غنشط الطحين وشي تخديت وليت تيتسير ويقاو داكشي، صافي سير انا غنبقى في السوق،
عطيتو الحويجات قلت انا غنجي على رجلي حتى المهم ديري غاد حوايج تقال حطهم للوالده. سيرت مع داك السيد الحوايج بقيت كندور في السوق قلت صافي مابقاش عندي الثقل بقيت كندور كنتلاقى مع واحد السيد السلام عليكم السلام المهم بقيت كنضحك معاه وتا هو جار مسكين واحد جوج وليدات ديالو بقيت كنضحك على وليداتو وليداتو صغار. المهم قال لي اخي محمد لاباس بخير المهم ما قال لي والو المهم حتى انا ما براسيش انا ما عارف انا بنتي عندك المهم انا ما عارف بنتي عندها شي حاجه قلت هادي باري انا من داكشي هذاك السوق غادي باري ساكت انا وياه جا هو يريح داه الدري نيت كيبيع كاوكاو والحمص وداكشي ريح داه تميت غادي نكبتو في الزنقه قال لي محمد قال لي واش بغيتيني قال لي اه قلت له نجي عندك لقيت على عندي جيت عندو ريح داه ما كملش معايا ثواني ولا جوج قال لي محمد قال لي بنت حامله او الله ودي خويا اش هاد الهضره قلتي عرفتي شنو قلتي لا قال لي بنتك حامله وعندها 6 شهور وقال لي راه كنشوف الناس كلهم كينعتو في قاع ديانا قال لي هادوك الناس اللي خدموا معاك في الموتى قال لي هادوك هما سببك ويلي يا صاحبي قلت لك شنو راك تقول قال لي شي ولا ما تقيش اخويا عندنا التليفون ديالك قال لي بنتك راه عندها ويلي يا اخي قال لي تعال نخرج نبحثو من الناس تخرجت بقيت كنهضر انا وياه قلت لي شنو قال لي اخو محمد الشي راه كاين وسير زير راسك ثبت راسك ودي بنتك للطبيب صحابي من الجلالية تألمت أنا أخي والله أخوي تألمت شرحت تيقت ما تيقت تميت أخوي جي دابا شي 4 كولوم يجي الزنزالة وكتشدني في الراس جيم شنو غنقول باش غنصبر الوالدة باش غنصبر المرأة باش غنصبر أنا برا راسي كي غندير لي وانا ما كنقول ما نهار المره كان خدام هذيك المره كان في الخدمه جينا هنايا حتى جيت اخويا البنت مسكينه راه كدير رغده كنكرر الخضر نتي لاباس بخير بقيت كنشوف فيها مشيت عند الوليد يا سمعت شي هضره على بنتك ويلي شوف هي كتخبز الفران كتخبز الخبز هادشي اللي كاين امي صبري حنا باقي ما شناش وباقي ما طيقتش وباقي ما عرفتش شكون بعدا السيد ما قالش اختصار شنو واش قال لي بنتك حامله وصافي باقي انا ما طيقش شكون مولد جينا وبقينا بقات مع امي من جات المرأة عاوتاني بحال ما لقيتها جات ترانسبور بعد الربعة الخمسة كيجي مع الربعة كيمشي داك النهار عاود شكا نهار صعيب وه لا يطيحو لا شي مسلمة اخي داك النهار رانا الله يحفظ راها كان بنادم يمشي فيها يا اخي كنا ما زيرش وصبرت ومشيت للمخزن ما ناخذش حقي ولكن الله ينصر سيدنا وينصر المخزن راه عطاني حقي وشكرا اخي شنو درتي من بعد يعني شنو هو الاجراء لا الاجراء اخويا نهار السبت كنت الحد صباح الحد السبت قلت بنت ما غندي ما لقاش الطبيب مع داك نص نهار التالي قلت ما لقاش الطبيب بقينا حتى الغدا مع الوالدة اللي كنشوف فيه صبروا مع البنت لحق نهار اثنين نديو هاد الطب حنا ما كنعرفناش حنايا البنت كتقول ما فيا والو هذيك الساعة ما الله خو ما مطيح سمعنا بقينا مع دال بحال ما هو حتى العشية بقينا عاد قالت لك راه ولد فلان هي كتحشم منها راه انت بنت كتحشم منها ما قدرش وبقينا هكاك اخويا وصبرنا مشيت انا نيت درت مشيت باغي مشيت نيت عند الجندار تبعت الشكايه قلت له بنتي راه شنو لا باقي ما ديتهاش للطبيب وبنتي انا راه كانت هذيك الساعه بحال اللي بغات تهرب من عندنا بغات شي عاد ربات عمي خافت البنت ولات كتصفق المهم مشيت اخويا للجندار علمت بيه علمت جيت بحالي لا غدا
شدة شهادة طبية ساقوني توما الخبار هاد الشيران جاو تيحزروني جا جني تنسيب هاد السيد اللي كان وواحد تيقولي حتى هو جا قالك اسيدي غنشدو البنت هي والولد ونشوفوهم قالك انا كداش انا قانون غندي بنتي للطبيب وسطا حاملة لما نظهرو معاه ما نتفاق معاه بالقانون بصح ما حاملاش وحيدو الزهر لقانا غا بنتي بخير ما تبعوني ما نتبعوك وداك الشيء اللي كاين اخويا لقينا حتى لغدا تبعوني نيت هما بقاو تابعيني حتى للطبيب درنا شهادة طبية غيبغي عاودت لك كل شيء بنت عندها 8 شهور ونص كنتو قايل وما بيناش اخي بيناش والله ما درا فيها شي وحدات العائلة جا شوف شوف كل شيء ما كيتبانش وهي اللي درنا اخويا تما درنا الشكاية ودرنا الاقوى ديالنا الله يعز المخزن والله يشد لينا في سيدنا وفي القضاء ديالنا والله ينصرهم على الحق المخزن الله ينصروا على الحق وكنشكرهم انا من هذا المنبر كاع الناس رجال الدارك كاع اللي خدام في المخزن انا كنشكروا عز عليا بزاف يقدر هاد البنت عطا موقيف ديالها وشد ليها حقها انا كنجازي يوم اخويا من هذا المنبر سمحوا لي انا راه تقاديت ساليت وشدوهم؟ نعم شدوتي مشدودين مشدودي يعني دابا هما في القضاء ديال الامن ديال قضاء الامن مشدودي الله يعز هادشي اللي دابا هادشي اللي كنقول لكم ماشي كنفتخر به ولا شي هادشي اللي كنقول وكنوصلو غير للناس لان شوف باش تعرف الجوره والصحبه كي ولا الطعام ديالك قلت لبنادم ياكل معاك صاحبك صاحبي هذا صاحبي 36 سنه صاحبي نموت 36 سنه واش غاد شنو غتنوي فيه انت ولا نموت 37 سنه غتنوي فيه مع ديك البنيه عنده ثلاثه الاولاد صاحبي وكيد المراه ديالي كتخدم مع العيالات ديالهم وكيديروا ليها التشاش كيلحقوا تما تيعزلوها فيك وبينوا المعزه حتى كيجي واحد الوالده عاد كيقول لها ها فلانه وصافي وانا قبل ما نقول لك اخويا داك الشيء انا داك الشيء راك تابع ليا وانا بغيت ندير حقي هاد المخزن هادشي اللي كنطلب اخي وديك البنيه راه ما بغيتهاش تضيع ولا كانوا شي واحد شي جمعيه تشوف ما راه عندها طبيب نفساني وخاصها وبغيت انا تقرا وبغيت انا تتي المستقبل ديالها ولا تبدل كاع الجو من هاد الجو هذا انا راه ضرني هادشي اللي كان اخويا وسمح لينا شكرا الله يجازيك بخير الله يصبرك انا راه ماشي راه ماشي شي واحد بوحاطي ولا شي واحد اللي كيلغي بيع دمه ولا الفلوس ولا شي انا قنعان صافي هذا قدر ديال الله سبحانه وتعالى والقضاء ديالنا ان شاء الله غادي هادشي اللي كاين اخويا هذا هو هذا الوصل اللي وصلت هنا اخويا الله يصبرك اخويا الله يصبرك هادشي اللي كنعاود نقول من القلب انا راه ما كنزيدش على شي واحد الجرام وانا راني صايم انا راه صايم اصاحبي وحشومه حشومه دوك الناس اللي كندير معاهم انا خايب حشومه عليا دوك الناس اللي ما كنديرش معاهم مزيان كانت ثقيله كلها كنهزها لهم كنت عندي الطلوبين هنا كنقول صافي انا كنقول هاد الناس راهم جيراني ما ندوزهمش وهذا الشيء اللي كان اخويا لا اله الا الله الله ياخذ الحق امين انا كنطلب غير حقي ناخذه من عند المخزن نعرف هذاك الدريري ما يطيعش حتى هو يعرف باه ويعرف حتى هو اصله ويعرف حتى هو منين وهذاك الشيء اللي كان اخويا غير شي باش تعاونوا معايا نعرف هذاك الدريري يعرف التاريخ ديالو ويعرف حتى هو راه ما نضيعوش انا واخا انا صافي انا واحد على 45 سنه اش عارف غنعيش شحال غنعيش صافي بارك صار المعقول هو اللي ولا خدام انا ما بقيتش صافي هاد المساء صافي بقيت خدام معاه انا ولدت قنعان بقا تكون عندي تدرهم وكنقول اللهم لك الحمد يا ربي حمدتك وشكرتك ماشي انا ما باقي باغي الفلوس ولا باغي شي حاجه انا قنات قنات اللي فيا كراتي مشات ليا بنتي عزيزه عليا بزاف خاصت ليا مع الوالد يضرب ليا تامره مع با ما عز عليا وبا نهار نتزوجت انا ما بقاش با اخي تا مات نهار مات شو هاد الناس شنو دارو فيا انا كيقول لي تا مرضي هو باك هما راه خدامين عليا واسمحوا لي اخويا راه شي انا راه كنبين البنادم يجمع راسو مع بنادم اخويا الصعب انا ما بقاش انا الجور انا ولي كنخاف ولي كنشوف بنادم جاي عندي وتنخاف منو اخي خير
والله اخوكم اجيت المخزن حقي لا ما عرف شنو غادي ولكن المخزن شد لي حقي اللهم لك الحمد انا ما كانت كندويش على شي حاجه بان شديت حقي اللهم لك الحمد كنبغي هذوك الناس الدري ما يضيعش تاخذ القانون ديالو الجزاء ديالو من عند المخزن من عند الدوله هادشي اللي بغيته اخويا وسمح لينا وبارك الله فيك والله ولا ينصركم ولا يرحم لكم الوالدين حتى نتوما كضربوا تماره وكتعبوا وكضربوا هادشي الله يخلي لكم الصحيحه ديالكم هذا واجب علينا باش اننا نوصلوا الصوت ديالكم للجهات المسؤوله ونوصلوا الصوت ديالكم للراي العام باش انه يعرف المعاناه ديالكم هذا واجب علينا اننا نديروه وكنطلبوا من الله انه يكون معكم وشكرا من الجميع انه يكون معكم. مشاهدينا الكرام وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو المؤلم صراحه ان تضرف الخاطر انا القلب ديالي ما بقاش اليوم يتحمل خصوصا في هذا شهر رمضان الابرك نوقفوا على فاجعه بهذا النوع هذا كما سمعتوا كما شاهدتوا على لسان العائله ديالها. الى هنا غادي ننهي هذه الحلقه ديالنا ديال اليوم ولكن ما تنساوش انكم تضامنوا مع هاد العائله لحقاش يعني المطلب البسيط لطالب الاب ديال الطفله هو توفير الحليب وتوفير يعني المواد الاوليه ديال هاد الطفل لحقاش الحاله ضعيفه كما كتعرفوا الناس ديال الباديه يعني ماشي هذيك القوه الشرائيه اللي كاينه في بعض المدن الكبرى يعني حاله ضعيفه جدا. الناس جمعيات يعني حنا كنركزوا على الجمعيات او محسنين يشوفوا من الحال ديال هاد العائله اللي بغى يتواصل معهم يتواصل معنا عبر الصفحه ومن بعد غادي نعطيه يعني رقم الهاتف ديال العائله ويتواصل معهم مباشره. الى هنا كنهيو هذا الفيديو ديالنا وهذا التقرير ديالنا ديال اليوم. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.